الصبيح ديالنا وفلسطين امانة. كرفوا الوقفه ديالنا، هادشي اللي بغيتو كنسجلوا على الباشويه وعلى عماله كيخليف وعلى وزاره الداخليه، حنا كنتبع الوقفات الاحتجاجيه. حنا اليوم الجبهه المغربيه لدعم القضيه الفلسطينيه وضد التطبيع، جينا باش ننظموا وقفه سلميه يسمح لنا بها القانون وتسمح لنا بها المواثيق الدوليه لحقوق الانسان. جميع المكونات كانت حاضره بشكل سلمي وحضاري كما دائما كنعبروا على الوقفه. والاعلان ديال منع الوقفه من طرف السلطات العموميه ومنعونا بجميع الوسائل. حنا كنحتجوا على هذا المنع باسم الجبهه المغربيه للدفاع عن قضيه فلسطين وضد التطبيع، وبالتالي هي مستمره الاستفزازات. هما كيستفزونا حنا، والصحافه نفسها كتعرض للاستفزاز، ما محقاش تاخذ الراي ديالها ديال الهيئات المعنيه. حنا كنرفضوا هذا الشيء وكنقولوا بان فلسطين غادي نبقاو ندافعوا عليها كما ندافعوا على جميع القضايا ديال الشعب المغربي، وما غاديش تمنعنا هذه الاساليب. الهيئات كانت مسؤوله والوقفه كانت سلميه وما كانت حتى شي مبرر باش تمنع، وكنحتجوا على هذا المنع وسيكون لهذا كلام اخر، وسنستمر في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه وغادي نرفضوا التطبيع مع الصهاينه في هذه البلاد. الصهاينه ما خصهمش يطاو في هذه البلاد، لا اقتصاديين ولا اجتماعيين ولا سياسيين ولا ثقافيين ولا اكاديميين، والشعب راه معانا ضد الصهاينه ومع فلسطين.